السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أحمد الخطيب. فيديو جديد وسلسلة جديدة خاصة بطلاب المعهد التقني الهندسي، راح نشرح بهي السلسلة الصوتيات، كيف ممكن تجهز الصوتيات بالامتحان أو المذاكرة. راح يكون بنهاية كل فيديو عنا نمط أسئلة خاص فيها. Let's go. لا تنسى الاشتراك على قناة ريلي إنجلش. يلا نبدأ بسم الله بالجزء الأول من الصوتيات. الشكل الأول يلي معنا بيطالع صوت آ. الحروف يلي بتطالع صوت آ يلي هي A O. مثال و want، ب box، ه hot. الشكل الثاني بيطالع صوت O. الحروف يلي بتطالع صوت O يلي هي W O U والO، مثل one four 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 more more. الشكل الأخير يلي معنا بيطالع صوت O. الحروف يلي بيطالع صوت O يلي هي O والO A، مثل do don't won't coat coat.